ولتسليط الضوء على تطورات الموقف معنا من الناصرة الإعلامية أمال شحادي. أمال، السؤال المطروح الآن، هل يمكن الحديث عن قرب ساعة الصفر للهجوم البري الإسرائيلي؟ يعني لا يمكن الحديث عن اقتراب نقطة الصفر، لأن هناك عدة عوامل من شأنها أن تؤجل هذه العملية. إذا أردنا أن نتحدث عن القيادة العسكرية فهي تريد عملية برية فورية، ولذلك كما ذكر في التقرير هناك الحشود متكامل على طول الشريط الحدودي، الوحدات العسكرية المشاركة مستنفرة، الخطة التي وضعها الجيش باتت مدروسة من الجميع، وكل شيء جاهز لإطلاق الحملة البرية. ولكن هناك تردد وتخوف في آن واحد لدى القيادة السياسية لعدة أسباب. رفض ليفني اليوم لشرط وقف إطلاق النار ل 48 ساعة لا يعني، طبعا قرارها هذا من باريس لا يعني أن المبادرة الفرنسية قد انتهت. ساركوزي سيصل إلى إسرائيل الاثنين المقبل، والتوقع عدم استقباله بعملية برية. التخوف الأكثر الآخر هو في نتائج استطلاع رأي اليوم في إسرائيل، يقول أن 19% من الإسرائيليين فقط يريدون حملة برية، بينما 52 يريدون مواصلة الضربات الجوية. وعندما يجري الحديث عن أكثرية رافضة للحملة البرية، والواضح لأن نتائجها حسب ما هو متوقع ووفق التقارير الإسرائيلية أن تؤدي إلى وقوع العدد الكبير من القتلى بين الإسرائيليين. أمال، بالنسبة إلى الإحصاء، عامين ونصف العام من حرب تموز. نعم، السؤال المطروح، يعني هل هاجز حرب تموز في لبنان تسيطر على الأجواء الإسرائيلية، خصوصا أن الإخفاقات، ما يسمى الإخفاقات الإسرائيلية، تمت على يد القيادة السياسية الحالية رئاسة الحكومة، وأيضا تمت على يد عسكريا رئاسة الأركان؟ يعني هل هذه التركيبة التي أخفقت في حرب تموز، يعني هناك تخوف من أن تخفق أيضا في حرب غزة؟ يعني نحن نتحدث عن فترة قصيرة قبل الانتخابات البرلمانية، ولا شك أن هذا يؤثر. وكما بدأت حديثي، لا يمكن أن يراهن أي من الزعماء الذين سيخوضون المعركة الانتخابية ويشاركون الآن في اتخاذ القرار، من باراك وليفني بشكل خاص، أن يراهنوا باتخاذ مثل هذه العملية إذا ما ضمنت إسرائيل تفوقا أكيدا. لو يعني هاجز إخفاقات حرب لبنان تسيطر على إسرائيل منذ انتهاء حرب لبنان، واليوم هي ارتفعت التخوف بالفعل من أن يقف أي منهم أمام لجنة بنغراد ثانية. ولكن أنطون، يعني مع كل هذا هناك ممكن تطورات على أرض الواقع يعني تكون أبعد من مجرد سقوط صواريخ في مدن إسرائيل، حتى وإن وصلت إلى ما بعد بئر السبع إلى تل أبيب كما هو يجري الحديث في الساعات الأخيرة. هناك تخوف في حال أن تنفذ عملية ضد مدنيين إسرائيليين تؤدي إلى وقوع العشرات من المدنيين. هناك تخوف إسرائيلي من رد فعل على الاغتيال الأخير الذي نفذ اليوم في غزة. يعني تطورات على أرض الواقع ممكن أن تؤدي إلى تنفيذ العملية، ولكن يكون الشارع الإسرائيلي قد تهيأ لقبولها وقبول هذا القرار، حتى لو أدت إلى نتائج فيها سقوط العدد الكبير من الإسرائيليين. بكل حال، توازن القوى على أرض الواقع هو الذي سيحسم في إسرائيل إذا ستنفذ العملية البرية أم لا تنفذ. يعني نفهم من كلامك أن القرار باتخاذ قرار، يعني التوجه الإسرائيلي للهجوم البري ساعة الصفر لم تتخذ بعد، بعكس ما يتم ترويجه في الإعلام من أن يوم الجمعة هو يعني موعد لانطلاق هذه الحملة.
يعني لا أدري عن أي ترويج، عن أي إعلام يجري الحديث في إسرائيل. على العكس اليوم يقولون أنه لننتظر حتى يوم الاثنين، لا يوجد حديث عن انطلاق نقطة الصفر للعملية البرية، ولكن النية في تنفيذ هذه العملية هي موجودة، وهذا ما يعني يمكن أن ينعكس من خلال تصريحات جميع المسؤولين سواء سياسيين أو عسكريين. وهناك أيضا إجماع لدى الإسرائيليين حتى من اليسار، ولو أن ميرتس اليوم أعلن رفضا أو دعا إلى عدم تنفيذ عملية برية، ولكن الحديث عن أي نوع من عملية برية إذا كانت الحديث ليس عن اجتياح كامل لغزة، إنما عملية برية قصيرة وفي مناطق محدودة ويتم تنفيذها خلال فترة قصيرة وسريعة، تنفذ هدفين لإسرائيل: القضاء على البنية التحتية لحماس والقضاء على قيادة حماس. وإسرائيل أعلنت في ساعات المساء أن جميع قادة حماس من سياسيين وعسكريين أدرجوا في قائمة المطلوبين في هذه العملية. على أي حال عملية برية الجميع يوافق عليها، ولكن نقطة الصفر لا نستطيع القول أنها أننا نقترب منها في هذه الأجواء، وخاصة جراء التطورات السياسية الأخيرة من المبادرات الدولية لاقتراح تهدئة أو اقتراح وقف إطلاق النار ل 48 ساعة. إسرائيل ممكن أن تعطي مجالا أطول لسماع اقتراحات للتهدئة تلبي شروطها وتساعدها على الخروج من هذه العملية ومن هذا الحرب منتصرة بتحقيق الأهداف التي تريدها من الحرب عن طريق تهدئة تكون فيها هي، كما قالت ليفني اليوم بتصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية من باريس، أنها تريد أن تصل إلى وضع حماس يرفع العلم الأبيض في هذا الحرب. نعم شكرا لك أمال شحادي على هذه المداخلة.